واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم التموينية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها في هذا الإطار، حيث تمكنت من ضبط نحو 79 طن دقيق أبيض غير معلن عن أسعارها. قام مالك مخزن سلع غذائية بالإسكندرية ومالك مخبز سياحي بالقاهرة ومسؤول مخبز سياحي بالجيزة ومسؤول مخزن سلع غذائية بالجيزة بتجميعها بهدف بيعها بالسوق السوداء، وضبط قرابة 77 طن مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر. قام بتخزينها مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. كما نجحت في ضبط أكثر من 17 طن مواد غذائية بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية، قام بحجبها عن التداول بهدف بيعها بالسوق السوداء. الإدارة تمكنت من ضبط 10 أطنان سكر غير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة لبيعها بالسوق السوداء. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 21 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر بالقليوبية. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 17 طن سكر تموني مدعم مخصص رابطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم الاستيلاء عليها لبيعها بالسوق السوداء بالقليوبية والقاهرة. وتمكنت من ضبط 70 طن مواد بناء، قام المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بالدقهلية بحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن. وضبط 118 طن أعلاف حيوانية بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية ومالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية تم حجبها عن التداول لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة من ضبط نحو 164 طن سلع غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن 19 مصنعاً ومحلاً ومخزناً لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية، وضبط 8 أطنان دقيق أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنوفية. وتمكنت الإدارة من ضبط نحو 12 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة والقليوبية. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 198 طن ملح طعام ومخللات وسكر وعسل وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالمنوفية والإسكندرية والشرقية. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 15 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالبحيرة.